وصلتنا مناشدات من عقود وزارة الكهرباء، هذا الملف وين وصل أستاذ عادل؟ والله هو أنا جيت متأخر ونعرف تفاصيل، لكن يسألوا هناك لجنة في وزارة الكهرباء، في وزارتي في دار الإدارية، تأتينا ملفات وقوائم اللي عندهم أكثر من 5 سنوات يتم تثبيتهم، ويومية تصدر قوائم، يعني يومية هناك قوائم. وأي شخص إذا عنده أي شكوى بهذا المجال يتفضل لنا، يتفضل عندي في الوزارة ونحل قضايا. ولكن القضية مستمرة ما متوقفة. إحنا تدري عندنا دوائر من بصرة إلى نينوى، إلى الموصل. فيتم إرسال القوائم مع الأوليات، تعيين شو وقت يتعين، أوامر إدارية يتم تحقق من عنده في وزارة الكهرباء في دار الإدارية ولجنة مستقلة، ويتم إصدار القوائم 100 200 500 700، يعني أتصور الأعداد وصل إلى أكثر من 7000 إذا مو أكثر. بالتالي العملية مستمرة. بعض الأجراء اليوميين أيضا ينتظرون عملية التحويل إلى العقود، يتحدثون عن أنه الأسماء ما تظهر، أيضا شغالين على هذا. مثلا لدينا مشاكل، مرات هو مسجل اسمه بالشرعة أو من خلال أشخاص معينين عنده خطأ بالاسم الجد أو الاسم الوسطاني، هذا يسبب مشكلة إدارية، فيجب التحقق من عنده. ومعظم هذه حليناها بصراحة، يعني أنا نفسي دخلت لمساعدة الناس، لأنه صراحة هم طبقة فقيرة وشباب وشاباتنا. فأنا نفسي تقريبا أتابع مع دار الإدارية هذا الموضوع، وحلينا كثير من القضايا، وإذا أحد أو شخص لديه مشكلة خلي تفضل عندنا. جي انا ايضا قلت لك استاذ عادل انه خصصنا الدقائق الاخيره لنقل المناشدات، ايضا مناشدات ترتبط بموضوع قراء المقاييس، يتحدثون عن تفاوت في الاجور بحكم الواقع المختلف بين مناطق العاصمه بغداد، مثلا عندما تكون هناك قدره في او الواقع المعيشي مختلف في منطقه ما في العاصمه بغداد، واخر يعمل في واقع مختلف لهذه المنطقه، يعانون من هذا التفاوت في الاجور استاذ عادل. صحيح، هذه عندك حللها بحكم رؤيتك الاستراتيجي. بصراحة أنا تركيزي على كافة القطاعات، كافة مناطق، ولكن تركيزي الأول على المناطق الفقيرة. معظم الناس في المناطق الفقيرة ليس لديه إمكانية أنه يشتري، حتى يشترك بخط المولدة. يعني أنا محافظ السماء ولا تفضل يمي، قال إحنا عندنا يمكن 10 20 30% من المحافظة ما غير قادر على الاشتراك وما عندهم فلوس يدفعون للمولدة. فأني لازم أركز على اللود للسماء أو المناطق الفقيرة شرق بغداد وإلى آخره. يمكن الناس الحمد لله اللي متمكن، يمكن عنده مولدة يمكن يساعده، ولكن المناطق الفقيرة وهكذا اللي يعمل في مناطق فقيرة ومناطق نائية، واللي يعمل مع شركات الجباية يمكن راتبه أعلى، امتيازات أعلى، نعالج الموضوع اللي نقدر عليه قدر الإمكان.